الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه ودعا بدعوته إلى يوم الدين. ونسأل الله عز وجل أن يجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا يجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما. اللهم انشر رحمتك على أهل هذا المسجد وأهل هذا البلد وسائر بلاد المسلمين، انشر رحمتك على المجاهدين في سبيلك وابتغاء مرضاتك في مشارق الأرض ومغاربها، واخصص من بينهم المجاهدين على أرض فلسطين عامة وغزة خاصة. اللهم كن لهم عونا ونصيرا ومؤيدا وظهيرا، وعنا على نصرتهم وأداء الواجب نحوهم على الوجه الذي يرضيك يا رب العالمين. الإخوة الأحباب، كما أن رمضان شهر عبادة وشهر دعاء وهو شهر القرآن، فهو أيضا شهر الانتصارات. والانتصار يبدأ بالانتصار على النفس كما ذكرنا سابقا، والانتصار على الأعداء. وإحنا بنعيش الآن أحداث ساخنة تتمثل في هذا الصراع مع اليهود اللي احتلوا المسجد الأقصى واحتلوا فلسطين، ويعني يسيئون إلى أهلنا وإخواننا في أرض فلسطين الحبيبة. فمهم جدا ان احنا نعيش مع التاريخ، خاصة ان هناك احداث كثيرة. انا حصرت حوالي 10 احداث كبيرة وانتصارات عظيمة حدثت في رمضان. على رأس هذه الانتصارات في العهد النبوي، في الآيات اللي احنا سمعناها من سورة الأنفال، غزوة ايه؟ بدر. غزوة بدر الكبرى اللي وضع فيها ربنا تبارك وتعالى الأسس، أسس تحقيق النصر. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا. الثبات، ونشهد لأهل غزة بالثبات، ونشهد لأهل فلسطين بالثبات. واذكروا الله كثيرا، وذكر الله عز وجل من المعينات على الثبات. واذكروا الله كثيرا، وفي دعائهم ودعاء إخواننا السوريين وغيرهم، يا الله يا الله ملنا غيرك يا الله. دي مش كلمات عادية، دي حسن توكل على الله عز وجل، وكلمات الحمد والشكر من الله تبارك وتعالى اللي بتكون سبب في إسلام الناس اللي في الغرب الذين لا يعرفون الإسلام. يعني كل اللي بيحصل لهم ده وبيحمدوا ربنا سبحانه وتعالى. فدي كرامات عظيمة، والثبات ده نصر، ونصر عظيم، ومن وراه خير كبير للأمة إن شاء الله. ونحن نستبشر برمضان دائما. واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، وأطيعوا الله ورسوله. وفي نهي، ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، واصبروا الصبر وعدم التنازع. ونشهد لهم انهم يعني على قلب رجل واحد ومتآلفين رغم ما يحدث عندهم، فهم اخذوا باسباب النصر. هتيجي شبهات، هم ايه اللي خلاهم يعملوا اللي هم عملوه ده؟ هم يستطيعوا ان يقفوا امام قوة اسرائيل وقوة امريكا ومن ورائها الاتحاد الاوروبي. هم اخذوا بالاسباب المعنوية، الثبات والذكر وكذا وكذا وكذا، والأسباب المادية ربنا قالها. وأعدوا لهم إيه؟ ما استطعتم من قوة، فقاموا بهذا. فتظل غزوة بدر دي بالنسبة لنا من الغزوات الحاضرة معنا دائما نتذكرها. في من الأحداث أيضا فتح مكة، وده كان في العهد النبوي في سنة 8 هجرية. وهذا الحدث حصل بانقلاب، لأن المسلمين يعني انتصروا على قريش اللي عادت النبي وأخرجته يرجع إليها منتصرا
وكأني به وهو مهاجر كده، وتعلمون كم كانت حالته وهو مهاجر. ربنا ينزل عليه البشرى: إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد، يعني هترجع وهترجع فاتحا مرة تانية. قد يطول البلاء شوية، لكن وعد الله إيه؟ حاضر معنا. من المعارك العظيمة اللي تمت في رمضان معركة اسمها معركة البويب، ودي كانت سنة 13 هجرية. وعجيبة المعركة دي، 13 هجرية في عهد سيدنا عمر. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم كان مبشر بفتح بلاد فارس، وهو فين؟ وهو في غزوة الخندق، فبشر بكل بالفتوحات كلها، بلاد فارس وبلاد الروم واليمن، وهو بيضرب الايه الصخرة بالمعول، يقول الله أكبر فتحت. فالمسلمين عملوا على أنهم يقوموا بهذه الفتوحات. سيدنا أبو بكر كانت مدة خلافته سنتين، بس فيهم إنجازات عظيمة جدا. في بداية الأمر ارتد معظم الجزيرة العربية، فعمل إيه؟ حارب هؤلاء المرتدون ورجع الجزيرة العربية تدين بالإسلام مرة تانية كما أنزل على نبينا صلى الله عليه وسلم. وبدأ يبعت الجيوش لحرب إيه؟ الفرس والروم في وقت واحد. كل ده إنجاز في سنتين. عشان نعرف إن المسألة مش بطول المدد، ده ممكن يبقى الإنجاز سريع وسريع جدا، ولكن في شرط: إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. ونعلم أن النصر من عند الله، والنصر من عند الله ديت حاجة عظيمة جدا. فإذا وقفنا عند هذه المعركة، معركة عجيبة مع الفرس، المعركة دي سبقها هزيمة في معركة تسمى معركة الجسر في سنة 13 هجرية في شعبان، والمسلمين يستعدوا مرة تانية عشان ياخدوا بطارهم وعشان يهزموا الفرس مرة تانية بعد شهر واحد. كانت هزيمة كبيرة، قتل فيها 4000 واحد، لكن المسلم لا يعرف اليأس. والقائد كان اسمه المثنى ابن حارسة الشيباني رحمه الله رحمة واسعة. تخيلوا دايما نحن ايه نقول الكسرة العددية مع كذا، طب واحنا لا، ده ربنا قال لنا قاعدة: كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. أقصى تقدير للعدد اللي كان مع المثنى بن حارسة 12000، وقيل 8. طب الفرس قيل 100000، وفي رواية 150000. مفيش أي نسبة، احسب كده تلاقي الفرق ضخم، أكتر من 10 أمثالهم في هذا العدد الكبير. ومع كده انتصر المسلمون. انتصروا ازاي؟ عزيمة قوية وإرادة قوية واستعداد قوي وحب الموت وحب للشهادة. وهو تعلم من معركة الجسر. معركة الجسر القائد قالوا له: تعبر ولا نعبر؟ قال: لا، ده احنا شجعان، احنا اللي نعبر. فكان فخ، فقال لهم: لا، اعبروا انتم. وضيق المسافة، كانت جنب نهر الفرات كده، فضيق المسافة وخط خلى الجيش كأن صف أو صفين من العدد الكبير ده هو اللي هيدخل في المسافة الصغيرة دي، وقتال متلاحم. ودايما المسلمين في القتال المتلاحم بيبقوا ايه؟ متفوقين بفضل الله، زي ما احنا بنشوف اللي هي المسافة صفر اللي بنسمع عليها دلوقتي، هي دي كانت صفر وأقل من الصفر كمان، لأن دول لا صده مباشرة. فكانت مقتلة عظيمة في صفوف الفرس. تصل ايه المقتلة دي؟ قيل في الروايات 80000، وقيل 90000، يعني معظمهم ماتوا. وكان بعض المسلمين عدد لا يقل عن 100، الواحد قتل 10 لوحده. ما هي احنا سامعين هنا: إياكم منكم 20 صابرون
يغلبه 200. هو ده أمر ربنا سبحانه وتعالى ودي بشرى، ولكن التخفيف إن الواحد قصاده 2. كانت في المعركة دي فعلا قالوا عنها معركة الأعشار، يعني الواحد بيقتل 10 من الفرس، وانتصر المسلمون انتصار عظيم جدا. وقيل أن هذه المعركة هي التي مهدت لفتح بلاد الفرس، وأكمل بعده سعد بن أبي وقاص في معركة تسمى معركة القادسية. ولا يفوتني إن المثنى بن حارثة الشيباني ده هو كان هو بطل أيضا في معركة الجسر اللي المسلمين صدوا، لأن القائد قتل وهو المفروض إن هو يتصرف هو اللي بعده، فتنه واقف على الجسر والناس بيطمن على إن الناس عمالة تعدي، وكان آخر واحد يعبر فأثخن بالجراح، فالجراح ديت لم يبالي بها وتنه مستعد وكمل، وبعد شهر حقق الانتصار وتابع فلول المنهزمين دهوت، ولكن الجراح تحركت وما التقاش بسيدنا سعد، فأرسل لي أخوه عشان يقول له شوية وصايا كثيرة جدا، ومن ضمن هذه الوصايا طلب منه أنه يتزوج زوجته، زوجة المثنى بن حارثة، عجيبة. فالمؤرخين يقولوا ده حاجة، يعني هو عايز ايه؟ عايز يبقى بار بيها إلى آخر لحظة في حياته، بيعتبر ده مكافأة أنها تتجوز سعد بن أبي وقاص الصحابي المبشر من رسول الله بالجنة، لأنه من 10 المبشرين بالجنة. فهي وفي نفس الوقت معها كل الأسرار بتاعت الايه؟ المعارك اللي فاتت، لأنه خاض معارك كتيرة جدا، فمعها قال إنها كانت ذكية وواعية وصاحبة مشورة، فأراد هذا وهذا بيعمل لله عز وجل. رحم الله المثنى بن حارثة، وبهذا ينتصر المؤمنون، بهذه النفسيات العالية وهذا التجرد العالي ينتصر المسلمون. أسأل الله عز وجل أن يعيد للإسلام والمسلمين عزهم ومجدهم، وأن يحفظ بلاد المسلمين من كل مكروه وسوء، وأن يردنا والناس إلى الحق والعدل، ويهدنا إلى صراطه المستقيم. اللهم انصر عبادك المجاهدين في فلسطين عامة وفي غزة خاصة، اللهم أطعمهم من جوع وأمنهم من خوف واكسهم من عري، اللهم اجعلهم ظاهرين على عدوك وعدوهم، وعيننا على أداء نصرتهم وأداء الواجب نحوهم على الوجه الذي يرضيك. ولا أنسى أن أقول أن هذا الواجب واجب مادي وواجب معنوي، وكل الواجبات اللي نستطيع بها نصرة هؤلاء، لأن هذا واجب شرعي في هذا الوقت. ربنا يوفقنا ويوفقكم لأداء هذا الواجب، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلي اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، آمين.